قبل كوفرتور ميدياتيك على ليفينمون هذا اي pour voilà la Tunisie c'est la Tunisie qui est la mise en valeur de la Tunisienne tout le monde ne parle que de on ne sait de la Tunisie dans les interviews que j'ai eues le Hakim la Kabichali j'ai eu quelques interviews avec la BBC ou ma Wimbledon la TV ou ma Al-Kaza il me pose des questions comment ça se fait qu'elle puisse arriver c'est une volonté c'est le grain, hein, c'est quelqu'un qui a voulu, qui n'a jamais voulu quitter son pays. Par le titre, on a souvent un staff tunisien, ou Fakha Rabbi, ou il y a un calme, un abrisme, un tousse, ou est-ce que déjà l'événement, elle est arrivée en finale, c'est déjà un événement extraordinaire, comme tu l'as. Donc tout le monde s'intéresse au background, comment elle a commencé à jouer au tennis, à son tennis, à travers un terrain, parce qu'elle ne fait pas seulement, elle n'est pas seulement efficace, elle gagne des matchs, il y a le show, elle fait le show. Donc, la bête dernière, جماعه ومبلدون فهمت لها وجا عصام الجلالي قدامي قد عيط له عيط له عيط له عيط له عيط له مباشر على الاي اف ام عصام نتمنى له كل خير وكل التوفيق فهمت ولا كنا لو ستاف تونيزيان فهمت ولا وحنا معناها نتشرفوا بالشيء هذا هشام راني حاجه راح. مهمه ياسر انت توا مثل كي قلتها ودايوغ عصام مازال كيتعدى ستاف تونسي نعرفوا لي برشا ناس نعطي الايامات نعطي السنوات الاخيره نقولوها نعطيها فرونشمون باش يقولوا لي اونس يلزمها تبدل ستاف يلزمها اونترينور نعطيها جاي من برا اللي هو يفهم هو اللي باش يعمل لها الجاب كل حاجه هذيك الاضافه اللي باش تتمكنها باش توصل للنهائي نعطيها تلعب البطولات هذوما الكبار كيما ويمبلدون ولا غرونغا هوس يظل لي نعطيها الستاف التونسي اللي بعصام وبكريم نعطيها اللي هو اللي بالفيزيك نتاع انس سكروا برشا فهم اكزاكتومون هذا اش حبيت نقول لك خاطر هي وصلت المستوى هذا بالستاف التونسيان وصلت الاشياء هذه معناها القوه هذه والترتيب الثاني على العالم هذاك الستاف التونسيان خويا elle se sent très bien avec ce staff elle travaille très bien وهو راه اهم حاجه انه الملاعب يكون مرتاح فهمت ولا ويكون متناغم مع ال الستاف التكنيك نتاعو هو وعلاش خويا تحب نجيبوا واحد ناس اخرين فهمت ولا باش كان لو بلوس كان اجوتي انا لو بلوس عندها لا يطفي سون ستاف عندها اون بريباراتريس مونتال qui travaille avec elle, عندها des kinés, عندها des préparateurs physiques, comme cela, عندها Karim Tamoun, elle choisit, عندها des agents, elle choisit ses matchs, elle choisit son programme, c'est très important de pouvoir planifier, هذا هو أهم حاجة, comme cela, qu'elle planifie les matchs ou les tournois qu'elle va jouer, c'est ça le plus important. Et puis, خويا انا خويا رد وقلت في عدة محطات معناها إذاعية وتلفزية Et on va poser cette question à Mandrovi. Je suis complètement d'accord avec Ons de choisir son staff tunisien avec lequel elle a fait cette achievement ou ces résultats. Et Khouya, nous avons dit علاش خويا ما نعطيوش احنا القيمه نتاعنا مع لي شغور في زياد سلمستان وهذا معناها احسن دليل للشيء اللي وصلته اونس بالطاقم الفني التونسي بحت 100% دونك هشام راني خاصة نذكروا اللي اونس جابر خذ التجربة مع الأكاديمية تاع موغوتوغلو اللي هو نعطها نذكروا سيرينا ويليامز سيمونا أليب كان معها البارح مثلا وقت البارح مثلا في الدور نفس النهائي وما نجحتش فهمت وما لقات روحها كان مع التوانسه. اكزاكتومون هي اللي باسي كيلكو باساج راهو 3-4 موا في جوستين هنا كيلكو موا افيك ان انترينور فرونسي كذا يا خويا لقات نفسها ترتاح للتونسي وتعرف كيفاش تتعامل معاه وهو راهو سي ان سبور سي ان سبور انديفيدويال معناها بيعتم معنى الكلمه هو سي ان سبور دو دويال معناها عندك منافس قدامك وعندك عمل وعندك تخطيط وعندك برمجه في العالم باش تعملهم معناها سي تو سيستيم سو ني با سونتريني انا جو في با فير
ان سو لونغور نجري وحدي فهمت ولا ونعمل 650 فهمت ولا 8 متر انا جي 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 نتاع الموت هنا فما لا بريباراسيون مونتا لا بريباراسيون فيزيك لا بريباراسيون دو ماتش لا بلانيفيكاسيون لا بريباراسيون دافون سيزون لا بريباراسيون او كور دو لا سيزون كومون بريباري ان تورنوا لو تنس في بلوزيور سيرفاس سي با لا تير باتي سي لا تير باتي سي لي دور سي الاندور سي لو غازون سي كذا شوف لا كومبليكاسيون دو سو دو سو دو سو سبور فهمت ولا راهو فما عدة معناها بلوزيور فاريون يدخلوا معناها سكوندير اللي يخليو الرياضة هذه رياضة صعبة جدا وكي واحد يوصل من مستوى كيما هكا معناها خويا ان كرون شابو فهمت ولا بور لي ان كرون شابو بور اونس اي سون ستاف فهمت ولا Et bravo pour la Tunisie, pour le Sarah. Je suis très enchanté de me retrouver ici en Wimbledon et de dire que je suis tunisien. Pour le Sarah. Je suis un village. اونس معناها دي فيت هكا شعارات فهمت ولا هي هي ماشي هي يكون 50 دو تويا بون بيان سور الاعلام غايب غايب نقول بصراحه فهمت ولا لا بون انت تنساش حاجه اخرى سيدا صعيب ياسر باش واحد يمشي باش يدبر فيزا باش يمشي لانجلترا سيدا معناتها بالبروف اللي اي لا فيزا سهله اذا كانت تو دوموند راهو الاكريتاسيون بور ميديا se font 3 mois à l'avance maintenant. Et le mouvement est ok. On va d'ici le visa, ça prend. On va d'ici, vraiment, c'est très bien organisé, tout comme Roland Garros, tout comme les grands chemins. تو هشام الهاني انت مدير فني تاع الاتحاد الافريقي للتنس اونس جابر يظهر لي معناتها اول افريقيه في العهد تاع لوبين اللي وصل توا دور نهائي معناتها تلعب فينال تاع ويمبلدون شنو حس نظرك الاشعاع تاع البيرفورمانس هذايا نو سولمون في تونس في العالم العربي وخاصه في افريقيا هذا خليته من عند سمعت بي بي سي سؤال اكزاكتومون لا ميم كيسيون كما بوزي يا 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 5 مينوت برجعوا لي كريم شوف اشعاع كبير ياسر اشعاع كبير ياسر بكل صراحه وانا نقول لك انا هي خاطر اونس هذه اون فينال توا اكتوالمون سو لو كور 18 اللي هي ان كينيان كينيان كي تي اتونيس يا دو موا يا دو غاني لو شامبيون دافريك جونيور ان كينيان كي جو لا فينال دو ويمبلدون اون دوبل Et ça, c'est déjà un événement grandiose. Et ça, on a pour le développement du tennis, Karim, c'est extraordinaire. Ça donne un impact, ça donne une reconnaissance, ça donne aussi une sorte d'appui supplémentaire des autorités, le Grand Chelem Development Fund, une fédération internationale, une confédération africaine de tennis. Pour le Mishifat, pour le Bac, il faut le faire. افريقيا ما نقصحتش عندنا البوتنسيال نزيدوا الخدمه وعندنا الانفراستركتور نزيدوها ونحسنوها في بلدان معناها اللي ما عندهاش لو نيسيسير جو بونس كو يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر افريقيا راهي عندها كفاءات كبيره فهمت كذا عندها البوتنسيال هما يبقى يلزم سخلو يلزم متابعته وهنا نعطيك ليكزومبل نتاع نتاع انجيلا وكيتويو الكينيه وصل الفينال وتلعب توا في الكور 18 يعني شو سيبا كيلو ستور حتى برومي سيت توا يلعبوا عندنا كذلك سود افريكان كي في 3 تور دو كاليفيكاسيون اي 3 تور دو فينال تربي مالوزمون تور كيت في الكار دو فينال جونيور فهمت ولا سا سي في ديريج تاع عندنا توا اول مره في ويمبلدون يعملوا 14 اون اي موا اول مره قالك باش نعملوا 14 اون دونك انا انا امروكا اون الجيريان الجزائر اللي غنيه ماتش ديجا البارح فهمت ولا سي معناها حاجه كبيره من شانها باش تدعم التنس افريقيا وحنا خويا توا في العالم في افريقيا نعطيو بين المثل تونس صرنا تونس سي لو بريمي بري كي غاني في التوروا انترناسيونال في تونس سي لو بريمي سي لو جور سي لو بيي كي بوسيد اون جيفر نيميرو دو مونديال من غير ما ننساو ملك جزيري من غير ما ننساو سيدا برشا من العباية اللي سيدا معناتها من بينا توا معناتها بيان سور سيدي ما صفر قبل سيدا كيف كيف سيدا ما صفر قبل بيان اونتوندو هذوما معناها ماناش جايين من البارح في التنس راهو عندنا ماضي عندنا تاريخ نبداو بالمصدر الخوجة دان ليزاني 50 اي ديما ننساو هذاك اي فما العديد من الناس لا عديد اللي ساهموا في تطوير التنس في تونس
وخويا واحنا عندنا كلوب سنتونير اللي هو تنس البنيس من 1923 نوادي كذلك عندها من البداية عشرينات الثلاثينات شمت الله في سوسة وفي سفاقس وفي في بنزرت وفي جميع أنحاء الجمهورية وهي كونتينيوي أبي سوسفور ديفلوبي سوسفور vous allez voir راهو nous avons des jeunes توا يا كريم des jeunes عمرهم 14 15 سنه عندهم الامكانيه نقولها لك انا توا عندهم الامكانيه باش نهدفوا نوصلوا للتوب 100 سواء في الاتحاد ان شاء الله ان شاء الله ولا في ان شاء الله ما تصيرش كما اللي قاعد يصير نعطى في السنوات الاخيره اللي الاولاد يبداو بهين يلعبوا بالقدا نعطى عندهم مؤهلات كبيره ياسر من بعد يوصل عمرهم 16 سنه يبطلوا التنس علاش على خاطر بون بطبيعه فما القرايه فما برشا حاجات اخرين سادة تدخل في الحسبه لا مأطرين بالقدا الجوارات مأطرين بالقدا حاليا وان شاء الله نشوفوهم في عن قريب 28 29 على 22 29 تبقى الجوارات كويسه برمي لي توب 100 في الاتحاد ان شاء الله كيما عمل الملك الجزائري وصلت 42 مونديال ان شاء الله ونرى دي جوار كي فون بروند لا رولا بي هشام مرياني انت تو في ويمبلدون الطقس باهي امور مريقله نعطى فماش برشا شمس فما ريح احكي لي نو شويه ريح شويه ريح اما يا معناها الطقس ممتاز السولي يا با دو نواج بور لو مومون يفي شو تقريب 28 دوغري فهمت لا سي بوكو في لندرا فهمت لا يا ان بو دفون كيما قلت لك في تو مون سو بريبار بور سويفر لا فينال دو سامبل دام ومبدون ساشون كي لا فينال يا كو سات فينال اليوم معناها في الرجاء في الكبار فينال نتاع الميسيو تلعب قدوه دونك كيما العاده جوكوفيتش وكيرغيوس فوالا ويقولوا اللي واحد ما ينجمش يمشي يقولوا واحد ما ينجمش يمشي لويمبلدون من غير ما ياكل عرفتك الفراول والكريم شانتي ابارمون فما فريمون خاصيه تاع ويمبلدون هذيك الستروبري والروزبري موجودين في الستاندات نتاع ويمبلدون كانك حاضر دكتور كريم بو كريم خويا ان شاء الله مربوحه نتمنى التوفيق لكم ان شاء الله مربوحه وان شاء الله يا ربي نكون في مش بيش في المستوى على كل حال شكرا هشام مرياني نذكروا الماتش يبدا مع ماضي ساعتين وان شاء الله مربوحه الانس جابر ثم تسمعوا في ديوان اف ام اقعدوا معنا بعد شويه امبرتو توتزي في غلوريا